خطوات متعددة وعلى كافة الجوانب تجريها مصر دائما لمكافحة الفكر المتطرف والإرهاب. مرصد الأزهر الشريف وكونه صوت الأزهر والبوابة الأولى لمسلم العالم يعتزم عقد اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة التطرف، خاصة بعد إصدار المرصد عشرات التقارير على بوابته الإلكترونية من أجل التصدي للأفكار المتطرفة والفتاوى الشاذة. ويرى المرصد صعودا حقيقيا لليمين المتطرف وخطاب الكراهية في عدد من الدول الأوروبية مثل ألمانيا وإسبانيا وبلجيكا، وهو ما جعله يقوم بإعداد دراسة شاملة عن خطاب الكراهية في وسائل الإعلام الأجنبية خاصة الأوروبية. وتستضيف مصر المؤتمر الدولي 30 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالأوقاف تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بعنوان فقه بناء الدول رؤية فقهية عصرية، بمشاركة نحو 500 شخصية من مختلف دول العالم. واستعرض المشاركون بالمؤتمر الأحكام الفقهية لبناء الدول وفق رؤية عصرية وأركان ومفهوم الدولة، وكذلك ركائز فقه الدول وفقه الجماعات وخطاب القطيعة المدعوم من الجماعات المتطرفة والآثار السلبية لفقه الجماعات. ولا تألو الدولة المصرية جهدا للتعاون مع كافة المؤسسات الدولية لنشر قيم المحبة والتسامح، ولعل من أبرز تلك الجهود توقيع شيخ الأزهر على واحدة من أهم الوثائق في تاريخ العلاقة بين الإسلام والمسيحية، وهي وثيقة الأخوة الإنسانية. أهلا بحضراتكم مشاهدينا وحوار جديد في هذا الصباح. في ظل المؤامرات اللي بتحاك ضد مصر واستقرار الدولة ومحاولات لزعزعة هذا الاستقرار باستخدام كل الوسائل، يعني إعلام وإعلام إلكتروني أيضا والسوشيال ميديا، وشايفين قد إيه في لجان إلكترونية بتساعد على زيادة أو دعم هاشتاج معين بيطلق لإحداث نوع من البلبلة وتوجيه الرأي العام باتجاه معين وتضخيم صورة أو توصيل فكرة خطأ أو صورة مبالغ فيها عن وضع معين علشان الناس تنقاد في هذا الاتجاه. الحقيقة أنه دي حرب الجيل الرابع أو حروب السوشيال ميديا اللي يمكن بتستخدم دلوقتي بشكل كبير جدا ضد مصر، وبيقف الحقيقة لصدها حاجة واحدة، الوعي. الوعي عند المواطن المصري والاستفادة من التجارب السابقة والتجارب الحالية في محيطنا الإقليمي، وشفنا إزاي دول أو شعوب دول انساقت وراء هذا الوهم والتزييف والتضليل، وفي الآخر فقدت أوطانها وخسرت كتير جدا وبتندم على انسياقها وراء هذه الأكاذيب والحقائق أو الحقائق المزيفة. الحقيقة أنه كمان الجهات الوطنية اللي موجودة في البلد ومن ضمنها الأزهر الشريف ليهم دور في التصدي لمثل هذه الحملات و تغذية الوعي والحس الوطني. من ضمن هذه الجهات مرصد الأزهر اللي أطلق حملة إلكترونية لمكافحة التطرف بعنوان وطني عبر صفحته الرئيسية على الفيسبوك، وكان سبقها قبل كده حملة أخرى في شهر رمضان الماضي باسم فتبينوا للتحقق من الشائعات اللي الحقيقة يعني بتطلق من أعداء الدولة المصرية في مجالات مختلفة، بيطلقوا شائعات في التعليم والصحة والاقتصاد وغيره بحيث يعملوا نوع من البلبلة والفوضى. خلونا نتكلم بتفاصيل أكتر عن هذه الحملة مع ضيفنا الدكتور حمادة إسماعيل وهو مشرف بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا أستاذ أحمد. يعني لو اتكلمنا في البداية عن دور المرصد في التصدي لمثل هذه الشائعات، حرب الشائعات اللي بنعيشها حاليا وبنواجهها حاليا، بتيجي حملة وطني بعد حملة أخرى فتبينوا، كلمنا إزاي أنتوا بتتوصلوا أنه تطلقوا مثل هذه الحملة لمواجهة أي حروب أو مؤامرات ضد البلد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. اسمح لي في البداية أستاذ أحمد أني أتقدم لحضرتك بخالص الشكر والتقدير على هذه الاستضافة الطيبة، وأتقدم لقناة النيل بخالص الشكر والتقدير على تغطية أخبار مرصد الأزهر لمكافحة التطرف. وفي الحقيقة إحنا كمرصد بنمثل مع الإعلام منظومة متكاملة، نحن نعمل ونبدع، والإعلام الوطني ينشر ويروج، وفي النهاية المستفيد هو الوطن ولا المجتمع. الحقيقة كما تفضلت حضرتك بالحديث عن حملات المرصد، حملة وطني ليست هي الحملة الأولى ولن تكون الأخيرة بإذن الله. نحن على مدار العام منذ نشأة المرصد وحتى الآن قمنا بالعديد من الحملات، كل حملة بيكون لها سبب الحملة قامت من أجله وهدف الحملة تريد أن تحققه. فعلى سبيل المثال في عام 2014 وعام 2015 اللي هو العام الأقوى عامين كان للإرهاب قوة بحقه حقيقي على سطح الأرض، كان تنظيم داعش الإرهابي لقوة في إعلامية لترسيل رسالة إعلامية استطاع من خلالها إن هو يروج فكره المتطرف وفكره الإرهابي، استطاع من خلالها إن هو يستقطب أكثر من 60 ألف مقاتل من 100 دولة وعشرة بسبب وسائل التواصل الاجتماعي. فلذلك إحنا قمنا في هذه الفترة، كان تنظيم داعش عنده 18 مجلة في 2014 و2015، 12 مجلة باللغات الأجنبية و6 مجلات باللغة العربية، فكان في إشاعات كتيرة جدا وكان في تفسيرات مغلوطة للعديد من الأفكار الدينية التي يتسلل من خلالها التنظيم لعقول الشباب. على رأس هذه القضايا قضايا الجهاد وقضايا الحاكمية وقضايا الولاء والبراء وقضايا الخلافة وغيرها من القضايا، كان يفسرها تفسيرات مغلوطة وفقا لمفهومه أو مفاهيمه المتطرفة. لذلك قام الأزهر بعمل حملة يدعون ونصحح، يدعون هم التنظيمات المتطرفة تدعي أن الجهاد هو كذا والأزهر الشريف ومرصد الأزهر يصحح هذا المفهوم، تمام. ونشرناه باللغة العربية وبكل اللغات الأجنبية الموجودة في المرصد. هذه كانت حملة في عام 2017 بعد إعلان سيادة الرئيس أن عام 2017 هو عام المرأة، قمنا بعمل حملة أنتي ملكة وحملتهن على مدار عام 2017 للتوضيح بمكانة المرأة في الإسلام وكيف تستفيد وكيف تستغلها التنظيمات المتطرفة استغلال سيء. في عام 2019 لو حضرتك تفتكر والسادة المشاهدين، شهدت الساحة الإعلامية وخصوصا الإعلام الغير تقليدي آلاف الشائعات اللي كانت بتظهر يوميا، كانت بتستهدف الرموز الدينية وتستهدف الرموز السياسية بهدف اغتيالهم معنويا، تشكك في كل شيء كان بيحدث على أرض الواقع. يعني انطلاقا من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، قمنا بعمل حملة وأطلقنا عليها حملة فتبينوا، زي ما حضرتك تفضلت نشرت على مدار شهر رمضان 30 حلقة، كنا كل يوم بنبص رسالة بسيطة بلغة شبابية على بلغة يعني لغة عربية بسيطة للشباب حتى يعني نكافح هذه الظاهرة، وكان ده كان سبب الحملة اللي هو انتشار الشائعات واستفادة التنظيمات المتطرفة منها. الهدف كان هو تنمية التفكير النقدي لدى الشباب، جعل الشاب يعمل عقله ويمعن نظره في كل ما يصل إليه من معلومات، لا يصدق شيئا بصورة مطلقة ولا يرفض شيئا بصورة مطلقة. وضحنا قيمة العقل، وضحنا أن عقل الإنسان هو جوهر الإنسان، كلما تمسك الإنسان بعقله كلما أعمل الإنسان عقله ازدادت إنسانيته. أما من يلغي عقله، المشكلة يا أستاذ أحمد في المتطرفين أو في الشاب المتطرف إن هو بيلغي العقل، هو بيعتمد على مصدر المعلومة أكتر من المعلومة نفسها. إن كان مروج هذه المعلومة هو حمادة وحمادة ده من الجماعة أو من التنظيم، فهذه المعلومة صحيحة حتى وإن خالفت هواه. وإن كان هذا المروج أو قائل هذه المعلومة من غير التنظيم ومن غير أفراد التنظيم تكون هذه المعلومة خاطئة حتى وإن وافقت هواه. بتكرار هذا الأمر بيلغى عقل الإنسان المتطرف ويتحول إلى آلة أو إلى جهاز زي حاسب الآلي تديله الأمر وهو ينفذ فقط. طيب الحملات دي حضرتك بتستمر فترة معينة ولا المفروض انها يعني يتم تجديدها كل فتره عشان يعني تغذيه الوعي باستمرار؟ لا، هي طبعا بتستمر لفتره معينه في البدايه وبعد كده بيحصل فيها تجديد. يعني مثلا عام 2017 كان عام المراه، فكان على مدار العام حملات عن المراه. حمله يدعون ونصحح، احنا في الوقت الحالي بنجهز لحمله يدعون ونصحح 2، لان في الفتره الاخيره ظهر مجموعه من الفتاوى ايضا التي تفسر الدين
تفسير أو تفسر بعض القضايا الدينية تفسيرات مغلوطة. إن شاء الله حملة فتبينوا، يبقى في حملة فتبينوا اثنين أيضا برضو بسبب مواقع التواصل الاجتماعي. إحنا عندنا أستاذ أحمد في مصر يعني في عام 2017 كان عندنا 35 مليون حساب فيسبوك. مصر بتحتل المركز السادس من بين الدول العربية في التغريد على تويتر. عندنا في عام 2017 كان كل يوم 3 مليون تغريدة من الشعب المصري، لذلك كانت الشائعة لا تستغرق أكثر من 5 دقائق وتنتشر في مصر شمالا وشرقا وجنوبا. يعني كان في مغالطات كاملة في فترة 2019، لذلك احنا قمنا بحملة فتبينوا، وإن شاء الله نقوم بحملة فتبينوا اثنين في الفترة لكن القادمة. هذه التغريدات اللي حضرتك بتتكلم عنها، يعني يمكن احنا لاحظنا الفترة الأخيرة أنه بيتم إطلاق هاشتاج من الدول أو أجهزة المخابرات المعادية للبلد عبر وسائل إعلامهم وبينتشر وبيحتل الصدارة، وبعد كده تويتر بيكتشف أنه وراء يعني دعم هذا الهاشتاج لجان إلكترونية أو صفحات مزيفة سواء على الفيسبوك أو على تويتر لدعم هذا الهاشتاج. فمش معنى أنه هاشتاج بيتصدر الصورة أن دوت كده يعني هو ده اللي بيعبر عن رأي الشعب كله. نعم، هو حضرتك في الفترة الأخيرة فعلا يعني شركات التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك صراحة عملوا مجهود رائع، بدأوا يعني يلغوا الفيديوهات أو يلغوا أي كل ما هو تحريضي. احنا في مرة من المرات كان عندنا في النشرة الشهرية للمرصد ذكرنا بس اسم داعش في العنوان فتم إلغاء الفيديو وتواصلنا مع الشركة وتم إعادته تاني. فدي فكرة جيدة جدا في مكافحة الفكر المتطرف اللي هو إلغاء كل الهاشتاجات وإلغاء كل الصفحات اللي هي بتدعو للتحريض. ده موضوع مهم جدا وموضوع مفيد جدا، ويعني واستراتيجية المواقع التواصل الاجتماعي للأسف الشديد التنظيمات المتطرفة يعني تدركها إدراكا جيدا، خصوصا تنظيم داعش في الفترة في السنوات الأخيرة. هذا التنظيم قدر إن هو يعرف استراتيجية هذه التنظيمات، هذه المواقع، قدر يكتسب خبرات عليها، قدر يروج فكره بصورة غير يعني أكتر تنظيم استفاد من مواقع التواصل الاجتماعي على مدار التاريخ أو استفاد من وسائل الإعلام على مدار التاريخ كان هذا التنظيم. وللأسف كان بيوصل أفكاره باللغات الأجنبية وبيوصل مجلات أجنبية بهذه الأفكار المغلوطة لجميع الدول. نعم، وكان بيهتم بالإعلام اهتمام جيد، وكان بيطلق على الجهاد، كان بيسمي حاجة اسمها الجهاد الإعلامي، كان بيقول الجهاد الإعلامي نصف الجهاد. يعني حضرتك بصيت على 90% ممن تم استقطابهم كان تم استقطابهم بسبب من على مواقع التواصل الاجتماعي، والباقي كمان اللي هم ما استقطبوش من وسائل التواصل الاجتماعي من استقطبهم كان قد تم استقطابه من خلال وسائل التواصل يعني الاجتماعي. يعني هو أدرك أهمية الإعلام لكن طبعا بيستخدمه بالشكل الخاطئ، بيستخدم خطاب إفتائي وخطاب إعلامي. انتوا بتستخدموا نفس السلاح لكن بالشكل الإيجابي، لكن هل نقدر نقول أنه هذا التفاعل من جانب الناس معاكوا بتقيسوا درجته إزاي؟ يعني هل فعلا في تفاعل كبير من كل فئات اللي هي المستهدفة من هي يوصلها هذه الحملة، سواء من خلال عدد المتفاعلين من خلال ردودهم؟ بتستشعروا ده إزاي؟ لأن أنتوا كمان كمرصد، فكلمة مرصد دي معناها أنتوا بترصدوا زي ما بترصدوا الشائعات بترصدوا أيضا حجم ردود الأفعال. نعم، احنا زي ما حضرتك قلت بالضبط احنا بنمثل الرواية البديلة والرواية المضادة للتفكير المتطرف. تمام. هم يدعون ونحن نصحح، هم يعني يروجون للتطرف ونحن نروج للاعتدال، وهذا دور الأزهر كفله له المكانة العالمية والدستور. نحن يعني عايز اقول لحضرتك ان عندنا مجموعة من المقاييس التي نقيس بها مدى تفاعل الناس معنا ومدى انتشارنا على أرض الواقع. يكفي أن هناك العديد من المراصد العالمية والعديد من مراكز مكافحة التطرف تريد أن تتعاون مع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف. منسق الاتحاد الأوروبي كان في زيارة منسق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب كان في زيارة في بداية هذا الشهر لمرصد الأزهر، وقال أن
احنا ان شاء الله في المستقبل القريب هيكون في تعاون مع مرصد الازهر. رئيسة الجمعية العامة للامم المتحدة قامت بزيارة المرصد وتجولت وحداته. يعني دي تاني رئيس للجمعية العامة للامم المتحدة يزور المرصد، وكانت زيارة كبيرة جدا ولف يعني طافت بكل الوحدات وعرفت كل الانشطة. هناك زي ما بقول لحضرتك العديد من المراكز التي تريد التعاون مع مرصد الازهر. هناك صفحتنا على الفيسبوك والرسائل اللي بتجينا على الخاص كتيره جدا لا تحصى. كل ديت مقاييس بتدل على مدى انتشار المرصد. نحن يعني برضو ما زلنا نريد انتشار اكتر، ما زلنا نريد من وسائل الاعلام انها تغطي اعمال المرصد. حقيقه قناه النيل للاخبار بتقوم بجهد فيها مشكور في هذا شكرا لحضرتك. نحن يعني ديت ده دور وطني الحقيقه مهم ان الاعلام يساعدكم، الاعلام الوطني الحقيقي يساعدكم لتحقيق الاهداف الخاصه بزرع الانتماء لدى الشباب، مواجهه الشائعات، لان احنا في حرب الحقيقه يعني صعبه من الشائعات واللي بتستهدف تدمير الدوله واستقرارها. تابعت يمكن الاحداث الاخيره وشفت قد ايه استخدام السوشيال ميديا ووسائل الاعلام لمحاوله يمكن تضليل الشارع المصري وحشد الشارع للخروج وعمل بلبله وفوضى. رايك في الاحداث اللي حصلت والتزييف اللي حصل من خلال فيديوهات يعني متركب عليها صوت وفيديوهات متكرره والايحاء بانها موجوده في مناطق مختلفه، واستغلال يمكن تجمعات لشباب بيشجعوا نادي خاص في انها خاصه بالسياسه. كل الكلام دوت تابعته ازاي، وازاي انتوا كمان كمرصد الازهر تنبهوا الناس ان كل ده يعني فيك او مزيف؟ الحقيقة زي ما حضرتك بتقول إن كل اللي حضرتك قلته ده طبعا كلام مظبوط واحنا نتفق معاه، ولكن هو بيدق ناقوس خطر كبير جدا، بيدق ناقوس خطر ان احنا ما زلنا نحتاج الى تدريب شبابنا وتعليمهم كيفية التفكير النقدي، كيفية اعمال العقل وامعان النظر وعدم تصديق كل شيء على الاطلاق. وفي الحقيقة استاذ احمد ان هذا لن يتم، يعني الحملة التوعوية لن تستطيع مؤسسة واحدة بعينها مهما كانت قوتها ان تقوم بنشر الوعي والتوعية في مصر. لابد من تكاتف كل المؤسسات. حضرتك بتقول ان هناك صفحات بتزيف، لابد ان يكون لها رواية مضادة، صفحات اخرى توضح الحقائق. الطبيعة يا استاذ احمد لا تقبل الفراغ، ما لم تملأه أنت سيملأه غيرك. إذا كان في إنسان متطرف بينشر أكاذيب وما فيش إنسان معتدل بينشر رواية مضادة ليه، أنت كده بتسيب الفضاء الإلكتروني خالي لكل الشائعات ولكل المتربصين ولكل المتربصين بالوطن. أنا شايف إن احنا وقلتها برضو على قناة النيل للأخبار قبل كده، في أمس الحاجة إلى رفع حالة طوارئ ثقافية وتوعوية. ليه المثقفين بتوعنا مش شغالين على مواقع التواصل الاجتماعي؟ ليه علماء الدين لماذا لم يعني مدرسين التربية الدينية في المدارس لماذا لا يأخذون دورات تدريبية للتعرف على الروايات وللتعرف على كيفية الرد على من يجتزئ النصوص الدينية من سياقها؟ لماذا لا يتم تدريب الأئمة والخطباء على العمل على مواقع التواصل الاجتماعي والانتشار في الفضاء الإلكتروني؟ المثقفين الشعراء، احنا عندنا يا استاذ احمد يعني نؤمن في مرصد الازهر بان التطرف مشكلة مركزية وقضية مركزية لا يمكن لأي مؤسسة القيام بها إلا إذا تم التكاتف. الرياضيين يعملون في مكافحة التطرف. أذكر حضرتك بموقف بالضبط، أذكر حضرتك بموقف بسيط جدا للاعبنا المحترف محمد صلاح لما كان ظهر في إحدى المطارات وهو يمسك كتاب ويقرأ فيه، وظهر بس من الكتاب مجرد جزء. حضرتك هذا الكتاب أنا مش هقول اسمه عشان ما يكونش بالضبط، كل الشباب دخلوا على التويتر وعلى موقع البحث جوجل وخد اعلى مؤشر بحث، والشباب كلها بدات تحصل على الكتاب، ملايين الشباب. لو تخيل لو كان حضرتك محمد صلاح ماسك كتاب اسمه الانتماء للوطن، اسمه حب الوطن، اسمه القيم، قيمه المواطنه، اسمه قيم انسانيه. كل هذه الامور احنا في مرصد الازهر، ليس المرصد فقط صراحه، ولكن المرصد وكل هيئات الازهر. احنا عقدنا مجموعه من الازهر الشريف وفضيله الامام الاكبر عقد مجموعه من المؤتمرات التي ترسخ
هذه القيم المؤتمرات التوعوية، يعني حضرتك تنظر فقط إلى الاسم وتعرف مدى هذا، مدى قيمة هذا المؤتمر. لما تشوف مؤتمر اسمه الحرية والمواطنة التنوع والتكامل، ويختتم هذا طبعا المؤتمر بحضور أكثر من 200 شخصية، المستشار عدنان منصور والسيد عمرو موسى والأستاذ مصطفى حجازي والمرحوم الرئيس السوداني سوار زاب، كل هؤلاء الناس تحدثوا عن قيم المواطنة. وفي الآخر ختم المؤتمر بإعلان الأزهر للمواطنة والعيش المشترك، تحدث عن احنا عايزين بقى ينتقل إلى الشارع، يعني يطبع على أرض الواقع المواطن يعني يشعر بيه، وانتوا توصلوا له وزي ما بتقول حضرتك نبني عنده الوعي كحائط صد ضد الشائعات وغيره، ان هو لما يشوف صفحات على الفيسبوك او تويتات تغريدات على تويتر يعرف مين اللي وراها وهي اهدافها، يعرف يرد، يعرف يحذر اللي حواليه من هذه الصفحات. الحقيقه كمان يعني انتشرت برضو صفحات بتتكلم بشكل عام جدا، لكن هي اصلا وراها جماعات مضلله، يعني في محاولة للتضليل، ان هم بياخدوا صورة بعيدة تماما عنهم لكن بيحاولوا يوصلوا افكارهم بنوع من دس السم في العسل. بالضبط، هو حضرتك التنظيمات المتطرفة زي ما قلت في البداية انها بتعرف استراتيجية، عندها خطاب اعلامي وخطاب افتائي رهيب، بيصوغ الفتوى ويوظف الفتوى لمصالحه الشخصية. يعني على سبيل المثال، وده من اسباب انطلاق حملة وطني، ان تنظيم داعش الارهابي في هذه المرحلة يعتبر مرحلة اعادة تأسيس. نحن نعرف ان في ابريل الماضي بخطاب البغدادي الاخير اعلن التنظيم نهاية المكانية بسقوط دولته المزعومة في مدينة الباغوز، والتنظيم كل 4 سنين بيمر بكارثة كده من هذه الكوارث يبدأ يعيد نفسه من حيث انتهى. في هذه الفترة التنظيم داعش الإرهابي والتنظيمات المتطرفة بصفة عامة بتحاول ضرب الهوية الوطنية، بتحاول نزع الانتماء من الشباب، بل بتحل للشباب سرقة ممتلكات أوطانهم وآثارهم. لذلك يعني هذه النقطة المهمة لابد أن تواجه زي ما حضرتك قلت بالوعي، بترسيخ قيمة المواطنة والأخوة الإنسانية في نفوس الشباب. يعني ياريت تكون دي استراتيجية أيضا من المؤسسات الوطنية، تكون استراتيجية مستمرة يعني على مدار العام، مش بس مجرد أنها نوبة صحيان ضد الهجمات على البلد أو على الشباب البلد وخلاص بتاخد وقتها وبتخلص، لكن المفترض أن دي تبقى استراتيجية بيتعاون فيها كل جهات المجتمع الوطنية ومن ضمنها مرصد الأزهر لتحصين الشباب أول بأول ضد أي شائعات قد تصدر في أي وقت. نعم، بشكرك دكتور حمادة إسماعيل، مشرف مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، وبنتمنى لكم إن شاء الله أنتم يعني تتوفقوا في جهودكم، وإحنا في حرب صعبة جدا، وياريت الكل يتكاتف معاكم، كل الناس المحبة فعلا لاستقرار هذا البلد. بشكرك، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، انتهى أول حوارنا في هذا الصباح، لكن لسه معنا فقرات أخرى. تعالوا نتابع آخر أخبار عالم المال والأعمال، وبعده حوار جديد في هذا الصباح، خليكم معنا.